And the Emmy goes to Jarrell Jerome. في كل عام يحتفي العالم بأفضل إنجازاته بمجال السينما والتلفزيون بأشكال وتسميات مختلفة في احتفالات ضخمة ومهمة يتابعها الملايين وتؤثر نتائجها على سمعة ورواج الفائزين بشكل كبير. الجولدن جلوب، الأوسكار، الأيمي والبافتاز، غالباً ما تعتبر هذه الجوائز الأربعة أهمها وأكثرها بريقاً واهتماماً، لكن ما الفرق بينها بالضبط وما هي اختصاصاتها؟ الجولدن جلوب جوائز تعطى بالاستناد إلى الأداء الممتاز للممثلين البارزين تقديراً لتميزهم في صناعة الأفلام وكذلك في التلفزيون، وتعد الجولدن جلوب واحدة من أكثر الجوائز العالمية شهرة وإثارة للإعجاب، وهي ذات تاريخ عريق. رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية تمنح هذه الجوائز وهي تشمل جميع أنحاء العالم، ولكن في الغالب يتم منح الأفضلية لصناعة السينما والتلفزيون في هوليوود. الأوسكار هي جوائز الاستحقاق التي تمنح للأداء المتميز في صناعة السينما. توزع الجوائز على 24 فئة فنية وتقنية مختلفة. تمنح هذه الجوائز سنوياً من قبل أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية، كما تعتبر جوائز الأوسكار من أبرز الجوائز العالمية وأكثرها قيمة، وهي الأقدم بتاريخ عريق. أما جوائز الأيمي هي الجوائز الممنوحة عن أفضل عمل في صناعة التلفزيون فقط، والتي تشمل المسلسلات والبرامج التلفزيونية المختلفة. أخيراً جوائز البافتاز، فهي تقريباً المماثل البريطاني لجوائز الأوسكار الأمريكية، والتي تهتم بتطوير الإبداع في مجال الأفلام والتلفزيون والأطفال وألعاب الفيديو، وهي جمعية خيرية مستقلة والوحيدة غير الأمريكية في هذه المقارنة.